نحن هون مجموعة من المهندسين الجيولوجيين العاطلين على العمل، جايين ندور ووصلوا فكرتنا ووصلوا صوتنا للرئيس سيد الرئيس الجمهورية وسيد الوزير رئيس الحكومة الوزير الأول الشيخ سيدية، ندور ووصلوا لكم فكرتنا أن نحن هذا مهندسين عاطلين على العمل، مهمشين كلنا له 5 سنوات ولا 6 سنوات عاطل على العمل في مجال ما يلا يعود فيه البطالة، مجال معادن. نحن دولة ملانة تبارك الله من الخيرات والثروات المعدنية، كلنا جاي عقب يرجع عالي على الهلو، ندوركم تجبرونا حلول، والله نقترحوا لكم نحن مالي حلول ياك تجبرونا حلول هذه البطالة. نحن مهندسين قدون نشتغلوا في المؤسسات الدولة ومؤسسات البريفي، هذه المرتنة اللي عاد مهم العدل وما لحقتنا، احنا قريب من 80 مهندس عاطل على العمل وما فينا حد قادر يجبر فرصة عمل في دولة كيفتها. عندنا إمسيم، عندنا تازياست، عندنا سليم، عندنا أكثر هذا، عندنا باط شمايو فمن هذا لي بيرمي اللي واخذوا للمعادن اللي كل واحدة منهم لين يعطوها لا مهندس جيولوجي واحد ما لي يبقى جيولوجي هنا تيا عاطل على العمل.